عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت لكم كيفاش مرضات الوالدة، راه مشات الحمام خرجت مش عارف فازك شدات التبوريشة ولا طلعت لها السخانة ولا التتهبط، المهم مرضاش بزاف، جات هذيك النزلة قوية بزاف. دينا الطبيب دقات برا، تبعت طريط مو ديال الطبيب ديالها، دوزت واحد ربع ايام ديال العذاب الصراحة، تولي مدقدقة تطيح ما تقدرش توقف. المهم تعاديش انا ما بقيتش مقابل لواحد ربع ايام، فاش تعاديش انايا مع عمري في حياتي جاتني واحد النزله اللي قويه، مولفت تجيك النزله تضرب صاشيه فانيده ديال الراس عادي نورمال بحال ما واقع والو. ولكن فاش نقلب فيسبوك تنشوف الاعراض ديال هاد الانفلونزا خلازير كي دايره، تنشوف راسي بان مدقداق قلبي مزير عليا مطحطح هادي، قلت والله حتى خصني نمشي للطبيب ضروري. المهم مشينا للطبيب بريفي، ادينا الواجب، المهم معامله زوينه عاملوك خلصتي رزقك، راه عطاك طريت مو الطبيب قال لك بقاو خلوني انا، قال لك حتى خرجوا التحاليل عاد تقدر تمشي. كانوا شاكين ما عرفتش حيت كاينه شي ا و بي ولا ما عرفتش. المهم قال لك شويه ما تصابت الاشوا ان وا، ولكن الاشوا ان وا راه كاينه وماتوا بها 9 ديال الناس والحمد لله راه بخير وعلى خير. فاش رجعت للدار تاع ياسين صواب، ياسين مع فيه لازم الناس اللي فيهم لازم او المناعه ماشي قويه او اللي فيه السكر او اللي واحد كبير ولا شي مرا حامله، هما اللي تتشد فيهم بزاف وتتقدر تاثر عليهم. يعني راه اي دوله في العالم تتجي هذه الحاله هذه غير هو تيكون واحد التلقيح، يا يعني اما تيكون مجانا او ثمن رمزي او وزاره ديال الصحه تتفرق تدير قافله تمشي على المدارس تمشي على الاحياء بنادم هادي باش ما يدعوش لها المواطنين ديالها، باش الشعب يبقى زوين وصحيح وشاد فراسو وش مشيني. المهم الحمد لله بخير وعلى خير، تبعنا الطريط مو ديال الطبيب وياسين في صحه جيده وحنا الحمد لله بخير، الدوايات راه متبعينهم. ورا لا الا كان عندك فلوس راه تمشي للطبيب راه تدوز، وكاين اللي مسكين ما عندوش قال لك 300 درهم برا، وكاين اللي تيتخلص سيمانه 300 درهم ولد ست النفوس كي غادي يدير شي دق لهم كاملين براوات غيبقى هو بالجوع ولا كيفاش غادي يدير؟ يعني خص يكون ثمن رمزي باش ولاد الشعب كاملين ما يمرضوش، ماشي ولاد الفشوش يمشيو للطبيب ويداو. انا اصلا كنت في الطبيب تنشوف الناس جايبين ولادهم ما مراتش وجايبينهم خايفين عليهم وخاسرين 40 فريال 30 على الواحد، وهذاك المسكين اللي ما عندوش اصلا هو تيتخلص 2500 درهم خدام مختار ولا سيكوريتي ولا بناء ولا زيد وزيد كي غادي يدير؟ وبنادم عنده طريطه وكل واحد وظروفه، مع دابا كاين غير زيد 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 في كل شيء، يعني الله يحسن العوان كل واحد وظروفه. تنتمنى يكون شي ثمن رمزي ويكون شي دواء زويون والله يجيب الشفاء للجميع، وواحد يرد باله وصافي يلبس مزيان وما يتخالطش مع بنادم بزاف. هولاند سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الاول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم اثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل أحدث العلاجات الصحية في الوقت الراهن. لقد قمنا بإضافة نعت صحية اعتمادا على أحد علاجات القدم الشهيرة وهي ريفلكسولوجي. سول أند سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي، نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن وأيضا لمنع التعرق، لا رائحة كريهة، مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية فتساعد على تحسين جودة النوم. لا يضغط على القدم، مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق فهي ضد السقوط. حصرياً على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.